عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ثم تتشوفوا هذا الفيديو، نتمنى نكون دائما خفيفة ظريفة على قلوبكم، ونتمنى 2021 تدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش متمنيتو ان شاء الله يا ربي اللي ما جبت لكم حد العصير كيجي زوين بزاف وسهل. كنحتاج هنايا واحد الكمية ديال البعويد، انا عندي هنايا 2 كيلو، عندي حامضة ضروري يا البنات كنركز، ضروري خاصكم ديروا الحامض، ما درتيش الحامض كيجي واحد المذاق ماشي هو هذاك. كنحتاج السكر على حسب الذوق، وكنحتاج واحد ايترونس ديال الماء. انا غادي نقي البعوين ونرجعو. هانتوما البنات، رغلا ليا الماء وذوبت فيه السكر، يعني ما بقاش كيبان ليا، وزدت البعويد بيت تغلى 5 دقائق صافي، وغنزيد عليها الحامض وغنطفي عليها. نتمنى هذا العصير يعجبكم البنات، ويكون هذا الفيديو خفيف وظريف، وما تنسونيش بلايك، جيوا هذا الفيديو مع الاهل والاحباب باش تشجعوني ونقدر نزيد نعطي احسن واحسن. نتشوفوا فيديو جديد، مع السلامه.